دولة فلسطين ثمنت خلال اجتماع مجلس وزراء الاتصالات العرب 26 قرارات دعم تشغيل الجيل الرابع والخامس، وكذلك دعم تشغيل البريد السريع، والأهم اعتماد القدس العاصمة الرقمية لعام 2023، وغيرها من القرارات التي تخدم قطاع الاتصالات في المدن الفلسطينية. أهم ما تم اتخاذه في المؤتمر هو موافقة الدول العربية على تسمية القدس العاصمة العربية الرقمية. إن شاء الله هذا الحدث يعني أو هذا الترشح سيجعل من مدينة القدس في هذا العام يعني قبلة للأعمال الرقمية والنشاطات المختلفة، والتي يعني لدينا الكثير من النشاطات التي سيتم تنفيذها في هذا السياق. الوزراء العرب تبنوا الاستراتيجية العربية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي من أهم بنودها تطوير البنية التحتية والربط البيني للإنترنت والأمن السيبراني وتشجيع الاقتصاد الرقمي، وكذلك التحول الرقمي من خلال تشجيع الدمج المجتمعي. وضع استراتيجيات شاملة للتنمية الرقمية في مختلف دولنا العربية الشقيقة، المرتكز الثاني والبنية التحتية والبيئة القانونية والتعاون بين الدول العربية الشقيقة لإتاحة خدمات النفاذ للإنترنت وخدمات الاتصالات في كافة دولنا العربية. تطوير تقنية المنظومة الرقمية يستلزم تكاتف الأشقاء العرب للحق بركب التقدم الحاصل على الصعيد العالمي. قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أثبت محوريته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكانت أزمة كورونا شاهدة وخير دليل على ذلك. من القاهرة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.